الجميع، والكلمة تعود إلى الزميل محمد بن عايض العتيبي. شكرا بسام. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نرحب بكم في انطلاقات ثاني أيام هذا السباق المحلي الثامن، حيث تنطلق منافسات سن اللقاية في الحقائق في هذا الصباح، ومنافسات أيضا حاضرة هنا على أرضية ميدان الشحانية. نسير مشاهدينا الكرام مع هذا الشوط التاسع، شوط يحمل لنا نخبة من الأبكار المشاركة والحاضرة هنا على أرضية الميدان. أبدأ مع البداية وتابع الشاهينية على أول المراكز، محمد بن صالح بن مانعة هنا يتقدم، شعار بن مانعة يحضر مع الشاهينية على الصدارة وعلى البداية. بينما أتابع هنا المركز الثاني خيرة، خيرة قادمة بشعار راشد بن سلطان بن مبارك المهندي هنا القادمة، ولكن التغيير من الجانب الآخر، شواهين عبد الله بن محمد بن عتيق بن جمعة المهيري الحاضر هناك مع تواجد شواهين. بينما أتابع الوصول والتسلل في هذه اللحظات من العفريت خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي يغير هنا مع العفريت مع ثاني المراكز. بينما أتابع من الجانب الآخر هناك القدوم من وقيدة الحميدي بن راشد بن علي بن مقارح الحاضر مع وقيده القادمة مع هذه اللحظات المغيرة إلى ثاني المراكز. بينما أتابع وصول مع رابع المراكز ذخيرة سالم بن عبد الهادي بن صالح بن لملح القادم مع هذه اللحظات، وخامسا هنا أتابع وصول مشاهدينا الكرام من وضوح جابر بن سالم بن جبران، ولكن التدخل في هذه اللحظات من هيمنة صالح بن راشد بالدعبة القادم مع هيمنة هنا مع خامس المراكز. هذه الأسماء مشاهدين الكرام متابعين في كل مكان، مراكزنا المتقدمة هنا نتابع شعارات حاضرة ما خلف دائرة النداء، ولكن العودة هناك بمانع مع الصدارة مع الشاهينية. الشاهينية تقود الأسماء تنطلق وتندفع في البداية بشعار محمد بن صالح بن محمد بن مانعة هنا مع أول المراكز الشاهينية، ولكن القادمة وقيدة، وقيدة هنا الحاضرة بشعار الحميدي بن راشد بن علي بن مقارح هنا مع ثاني المراكز. ولكن شوف الأسماء، ذخيرة قادمة سالم بن عبد الهادي بن لملح يتقدم، وشعار بن جبران هناك القادم مع وضوح. الله الله، وصل شعار النجوم، وصلت وضوح هنا بشعار جابر بن سالم بن جبران، غيرت الى ثاني المراكز. واتابع الاسماء الحاضره هناك من الجانب الاخر والقدوم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. الله التحديات القادمه، هنا وصلت اسرار حمد بن راشد بن محمد الزبدان، شعار بن شابل القادم هنا مشاهدينا الكرام، والدعبه هناك حاضر ايضا مع خامس المراكز، ولكن العودة هناك مع الصدارة. الله بن مانعة، بن مانعة هناك مع الصدارة يقدم الشاهينية. محمد بن صالح بن محمد بن مانعة مع البداية والصدارة، ولكن أسرار القادمة في هذه اللحظات غيرت أسرار حمد بن راشد بن محمد الزبدان المري. الله الله، حضرت أسرار في رصيدها سيارة في الختام. الله يا بن زبدان هنا ينطلق مع أسرار تغادر في هذه اللحظات بأداء ممتاز، بسجل حافل بانتصارات قوية. أسرار لحمد بن راشد بن محمد الزبدان المري، غادرت بالانتصار، غادرت بهذا الأداء، ولكن الدعبة قادم يشكل الخطر. هيمنة قادمة في هذه اللحظات، صالح بن راشد بن صالح الدعبة، الله الله في رصيدها شوط رئيسي. الله القادمة،
القادمة مشاهدينا الكرام. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة الشوط، أسرار على الصدارة، ولكن الخطر القادم، هيمنة قادمة، ولكن أسرار الانتصارات دائما مع هذا الشعار، مع شعار بن شابل يقدم لنا هذه النوعيات. سلام يا بن شابل، سلام على هذا الأداء. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن محمد آل زبدان المري على فوز إسرار بالمركز الأول، ثاني المراكز هيمنة لصالح بن راشد بن صالح الدعبة، ثالث المراكز كان الوصول من الشاهينية محمد بن صالح بن محمد بن مانعة، ورابع المراكز وصلت خيرة لطالب بن سعد بن علي آل فهيد المري، وخامس المراكز كان الوصول من ذخيرة سالم بن عبد الهادي بن صالح بن لملح المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني 6:13، 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أسرار حمد بن راشد بن محمد آل زبدان المري، بينما وصلت في ثاني المراكز هيمنة بشعار صالح بن راشد بن صالح الدعبة الناب. التوقيت الزمني 6:15، 13 جزءا من الثانية، بينما وصلت في ثالث المراكز الشاهينية بشعار بن مانع محمد بن صالح بن محمد بن مانع، توقيتها الزمني 6:18، 47 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.